تشهد مدينة زورات منذ أيام انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة دفع سكان المدينة المنجمية إلى استخدام الملابس الشتوية وأثر بشكل لافت على حركة المرور في المدينة. عندنا برد مانع ضباد مانع وفيه ثلج حكما تساقط الأمطار حكما كي ثلج. في هون 6 درجات ما صباح متعودين عليه في الدشرة هون في ومناج من سنين هذا اللي متعودين عليه في الماتية. البرد ما نبقوا منوش تلاحق علينا هذه السنة وسابق الحمار اللي يجيب لعم. يقبل سكان مدينة زورات بالتزامن مع كل فصل شتاء على محلات بيع الملابس المستعملة لاقتناء الملابس المناسبة مما يسهم في انتعاش مثل هذا النشاط التجاري. الاقبال بالنسبة لزمن البرد لا ليله 3 أيام ولا 4 من الساعة اللي يخلق البرد عاد الحمد لله لا شبه شوي خاصة منذ الفترة اللي له كيما قلنا 3 أيام ولا والحمد لله الا باش خلق البرد باش ازداد الاقبال غير الليالي احمى والايام مولي شوي خف الاقبال. ويواجه سكان زورات موجه البرد الحاليه باستخدام انماط غذائيه خاصه تساعد الاسر على مواجهه انخفاض درجات الحراره والمحافظه على صحه الجسم. زمان الشتاء دائما نعدلوا كندريه فين قالوا كندريه كندريه تعدل من التاي هو الاول ونقبو بطون قرري ونديروها على التاي والسكر وتوه ونطلعو ذا ونحموه ونعطوه لارواق يجو يشربو ونقبو ملي العسل ونقدو البخور ونقبو العسل والزيت ونشربوهم ونعطوهم للتركة. ويستغل الأطباء هذه الظرفية لتقديم الإرشادات والنصائح اللازمة للسكان من أجل تحصين أفراد الأسر. أصب الأساس على التلاميذ اللي يمشي المدرسة يمشوا صباح واللي الصباح عادة فيه البرد يعود قارس شوي إذا هذا ننصحهم على أنهم يعودوا لابسين ملبس يقاوموا البرد شوي جاكيتات وباس صوف هذا قطن ونعايل تكباط وسوستات يعودوا مولي يكيفوا مع هذا مولي وجبة الفطور اللي الموريتانيين اساسا احنا بصفة غالبا نزهزوا به اساسية في الصباح. وتسهم العادات والتقاليد المتبعة في مدينة زورات خلال هذا الفصل في الحد من المضاعفات الصحية التي قد يتعرض لها البعض في هذه الفترة من السنة. سيد احمد البوكر سيرة زورات الموريتانيه.